يقول السائل: جدتي عامية جدا وقد توفيت رحمها الله، وكانت تردد ويقول ألفاظا شركية وتدعو الأولياء، فلما كبرت وعلمت أن هذا شرك كنت دائما ألقنها البراءة من الأولياء، فأقول: قولي إني بريئة من الشيخ الفلاني. سؤاله: هل يكفي ذلك في صحة توحيدها؟ إذا تبرأت من أولياء الشيطان، تبرأت من أولياء الشيطان، أما أولياء الرحمن فلا تتبرأ منهم، لكن أولياء الشيطان المضللين هؤلاء لابد من البراءة منهم، واللي ما يتبرأ منهم يكون مثلهم. نعم.